النهاردة لما كنت بتتابع المونديال ده من المدرجات هناك، كنت بتشوف، أنا شفت أعلام الزمالك، شفت علم الزمالك، شفت تيشرتات الزمالك مرفوعة ملبوسة يعني لابسينها طبيعي وكذا. طبعا. طبيعي إن احنا النهاردة الأهلي ده بيلعب مش باسمه، بيلعب باسم مصر في الأول وفي الآخر وباسم القارة كلها، اللي انت يعني انت بلد طبعا فيها من طبعا 54 بلد. فانت انا ما بتتكلم بتكلمش على نادي الزمالك اكتر ما انا بتكلم على اللي بيكتبوا على السوشيال ميديا. انا قبل كده قلت هنا في البيت الكبير، يمكن في الاستوديو التحليلي، اتكلمت النادي الاهلي بيحترم كل الانديه طبعا وكلهم على يعني على مسافه واحده، لكن انا بتكلم على الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا بتقلل اولا اتريقت على مباراه البايرن. طب انت نفسك اللي بتكتب، انت لو منتمي لاي نادي ايا كان النادي، هل تتوقع ان ناديك كان ممكن يكون في هذا الموقع من العالميه ويلعب امام البايرن مباراه رسميه؟ علامه استفهام. وهل تتوقع ان ناديك لو كان في موقف النادي الاهلي كان هيحقق الفوز او هيعمل يعني هيعمل شو على البايرن؟ علامه استفهام. انا بتكلم على مش نادي الزمالك، انا بتكلم على الحاله اللي اتعملت السوشيال ميديا بالتقليل من الانجاز. بالظبط، التقليل من قيمه النادي الاهلي نفسه. وخلينا احنا دايما فخورين بالنادي الاهلي ودايما بنتكلم على النادي الاهلي بكل فخر وبكل اعزاز، وخلي بالكم دي اجيال بتسلم اجيال، يعني النادي الاهلي ودايما بتطلع صور 2006 ودلوقتي 2021، وان شاء الله هتلاقي صوره كمان بعدها كمان سنه وكمان صوره بعدها كمان سنه. فبنتكلم ان النادي الاهلي نادي متواصل النجاح، نادي الاهلي هو عنوان فرحه الشعب المصري، الشعب المصري بجميع انتمائه. احنا بنتفرج دلوقتي الاسبوعين اللي فاتوا، اتحداكم لو جماهير النادي الاهلي بس اللي كانت بتتفرج على مباراه النادي الاهلي في كاس العالم، كل جماهير مصر، لان زي ما انت بتقول يا سهام الممثل الاقدر على مستوى على مستوى مصر هو النادي الاهلي، على المستوى القاري هو النادي الاهلي، ودلوقتي كمان على مصاف الانديه العالميه والمحافل العالميه هو النادي الاهلي. فخلينا نتكلم، كلنا فخورين بالنادي الاهلي، كلنا سعداء بما قدمه النادي الاهلي من شكل رائع، وده من خلال الصحف، ويمكن سهام هتسرد معاكم قد ايه يعني توابع وردود افعال الصحافه العالميه كانت قد ايه رائعه على النادي الاهلي. خلينا نتكلم ان النادي الاهلي نادي عظيم، كل يوم بيثبت انه نادي عظيم على المستوى المحلي، على المستوى القاري، وان شاء الله على المستوى العالمي. تواصل الاجيال ده موجود في النادي الاهلي، جيل بيسلم جيل.